كان في أم بتحب ابنها جدا، كان اسمها لبنى، ابنها كان اسمه زياد، وكانت عايزة يبقى أحلى واحد في الدنيا. لبنى، لبنى هتقتلكوا يا يحيى كلكم. طلعني بقى مجنونة بما إن رجلك راحت على المستشفى. أنت عارف بيقولوا عليك إيه في اجتماعات أمانة النفسية؟ بنجال ومدمن كرم. اللي في البيت عندك مش لبنى. مش لبنى ازاي؟ لسه ما لاحظتش يا يحيى انك لعنة على كل اللي حبوك. الكلمة دي بتضايقني. في حد تحت السرير. المريض كان في حالة هياج، خلقت حالة وهم اني بطلع منه عفريت اسمه نائل. انت بتقول ايه؟ انت شارب ايه بالظبط؟ الفيل الازرق؟ ستموتين كلها. عشان تعرف الفرق بين الحقيقة والحلم، دور على السعادة. طب مفيش ساعات. اوعى تنام يا يحيى. طب اوعى تنام يا يحيى. انت لسه ما خدتش بالك ان انا هنا. انا مش عايش الكابوس ده تاني يا يحيى. انت محتاج دكتور يا دكتور. كان حلو اللي حصل بيننا امبارح. فاكر اخر مره لمستني انت؟ اركي خزري. لا تخاف ولكن احذرني.